اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج راجل ولا ست. الحقيقه احنا النهارده يعني قبل ما نبدا اي كلام عايزين نفكركم ان حلقه النهارده بتتكلم عن موضوع مهم جدا وشائك بين الراجل والست. الاول بس يعني حابب اعرف يعني احنا هنبدا بفكره مين بيتحمل المسؤوليه اكتر في البيت سواء كان الراجل ولا الست. فيعني انا بصراحه عايز اعرف راي كريستين المره دي لان رايها يهمني قوي. مين بقى بيتحمل اكتر يا كريستين؟ بصراحة يا احمد، هو انا لاول مرة يعني هقف في صف الراجل. الله، يعني حقيقة مش منطقي. وهو مش منطقي، بس يلا بقى، هي رأيي للأسف. طب ليه؟ يعني ليه الست هي اللي عشان بحس ان الراجل يعني بيبقى مسؤول اكتر، بيفكر اكتر في البيت. لازم بص، البيت من غير راجل مهما كان، الست موجودة وبتعمل كل حاجة، انا معاك، بس ما لو مفيش رقابة من الراجل ومفيش راجل في البيت بيقع. ده حقيقة. بس يعني انا بصراحه من وجهه نظري المره دي، يمكن برضه المره دي يمكن عكس كريستين، انا شايف ان الست هي اللي عليها حمل اكبر ومسؤوليه سبحان اكبر. الله يا جماعه، يعني بجد، يعني انا شايف ان الست بتربي وبتاكل وبتنظف وبتهتم بالبيت وتفاصيله، وكمان بتدلع جوزها. فانا شايف من وجهه نظري كراجل ان الست هي اللي بتحمل المسؤوليه اكتر. طيب احنا نقدر كده يا احمد نقول ان الست والراجل عمودين في البيت، ان عمود منهم خل فالبيت بيقع. حقيقة. فاحنا يعني نتفق ان الاثنين، يعني طيب هما ده الاثنين راينا. احنا برضه مهمين هنشوف جدا. ارائكم واستفساراتكم على صفحاتنا الرسميه على السوشيال ميديا سواء كان فيسبوك او انستجرام. خشوا دلوقتي فعلوا هاشتاج الراجل ولا الست وقولوا لنا رايكم ايه. يلا بينا يلا بينا يلا بينا بقى نبدا اول فقراتنا معانا. والنهارده معانا ضيف رائع، يعني يا جماعه فنان من الدرجه الاولى. هو بيهتم بالذوق شويه، شغال بقى في تفاصيل كده بيقولوا ان هي سهله، بس هي في الحقيقه صعبه جدا، لانه بيهتم بادق التفاصيل معانا. طبعا احنا عارفين ان الفساتين بتطلع واو قوي، عشان بيبقى المصمم بتاعها واو. وعشان نعرف كل التفاصيل بتاعه التصميم النهارده معانا ومعاكم ابانوب هاني، اعظم مصمم في العالم. اهلا بيك يا احمد، ازيك؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ تمام، نشكر منور ربنا. البرنامج تعيش. والله ربنا يخليك. قلنا بقى في الاول كده عايزين نعرف مشاهدينا، هل موضوع الاذواق بتفرق في شكل الفستان النهائي ولا مش شرط؟ بص يا احمد، انا هقول لك على النقطه دي مهمه جدا. يعني هقول لك على حاجه، ممكن زبونه بتجيلي تقولي مثلا انا عاوز اعمل فستان وليكن منفوش مثلا، بتجيلي نفس الزبونه، تمام، زبونه تانية تطلب نفس الموديل، ولكن بيكون اللاست تاتش على حسب ذوق الزبونه. بالنسبه للديل دي بتلاقي ان الفستان ده تحس ان ده موديل وده موديل تاني خالص. يعني خالص خالص، رغم ان اللاست تاتش اللي هو اللمسه الاخيره للفستان هو لنفس هو نفس الفستان، بس لنفس ديزاينر لنفس ديزاينر، بس دماغ الكاستمر دي غير دماغ الكاستمر دي، دماغ الزبونه دي غير دماغ الزبونه دي. لا معلش، دي مش عاجباني، لا وسع لي دي شويه، لا ضيق لي دي شويه. هقول لك على حاجات كتير احنا بنبقى شايفينها غلط من وجهه نظرنا، ولكن ذوق الزبونه كذوق هو اللي بيحكم علينا. بمعنى ايه؟ بتجي لي زبونه مثلا تقول لي لا الحته دي محتاجه انها تضيق شويه، انا شايف ان هي كده مظبوطه خلاص، ما ينفعش اكتر من كده، لا محتاجه تضيق شويه. فاللاست تاتش مش 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 بالايد بس، اللاست تاتش بالفكر. والفكر في اللاست تاتش بالنسبه للفستان، وبالذات بقى لو زفاف، مش عايز اقول لك موضوع الزفاف طبعا بيبقى توتر وفي ستريس كبير، بيبقى على ذوق الزبون اكيد، مش على اي حد غيره. يعني ممكن يكون وجهه نظر العميل اهم من وجهه نظرك، او هي الاصح بكتير. هل؟ بكتير مش هي الاصح، ولكن ده ذوقها. ده هي عايزه كده، هي شايفه نفسها، شايفه نفسها حلوه في كده، غير كده هي مش شايفه. عايز اقول لك على حاجه، حاجات كتيره من وجهه نظري بشوفها صح، احاول اعملها الاقي الزبونه متضايقه جدا رغم انها حلوه خالص. طيب يا ابانوب، انا عايز اعرف يعني هو المصمم لازم يبقى شاطر في الرسم، ولا ممكن تكون هي هوايته حاجه تانية اصلا؟ يعني انا عايز الرسم أعرف. الرسم عامل اساسي من شغلنا. الرسم حاجه كده زي ما بيقولوا العمدان اللي بيقام عليها الديزاين نفسه. بالظبط. تمام، فانت لو بتعرفي ترسمي هتعرفي توصلي فكره. ممكن يبقى عندك فكره قويه جدا، بس انا مش قادر ابين اوصلها، شكل مش قادر اوصل. عندي فكره قويه جدا، احنا بنبقى ماشيين في الشوارع بشوف فكره في لبس عادي جدا، ممكن اطلع منه فكره الفستان. ممتاز. لكن طب انا لو مش بعرف ارسمها، صدقني لو شرحتها لك مثلا من هنا لاسبوع جاي، انا فعلا مش هعرف اوصلها لك. فالرسم ده هو عمود اساسي من العمدان. حلو. وبدايتي كانت ان انا فكرت ان انا ارسم. يعني خطوات فكره،
وبعد كده رسمه وبعد كده تتنفذ بقى. فكره تجميع رسم تنفيذ. تجميع ده اللي هو بص انا عندي الفكره فلانيه الفلانيه ان انا بحاول اعمل مثلا فستان بيحل مشكله معينه انا شفتها في موديل قديم. حلو. طيب خلاص اوكي انا عندي الفكره، فين التجميع بتاعته؟ قماشه، تصميمه، خامته، جوبيره، حلو جدا، تفاصيله وبعد كده كلها. رسمه، حلو جدا. وبعد كده تنفيذ. طيب الالوان بقى بمناسبه الفساتين، يعني الالوان اللي احنا دي قصة كبيرة أوي. بنشوفها يعني ده سؤال شخصي اصلا. انت بتختار الفستان او لون الفستان على بناء على رايك انت، ولا راي السيزون او يعني الموضه اللي ماشيه، ولا راي العميل نفسه؟ بص هو طبعا العميل لازم يكون له رأي في الموضوع ده. في لون انا بنفذه بدون ما يكون للعميل معين او لزبون معين او لحد معين. في موديل مثلا انا بعمله انا شفته حلو وجمعته ورسمته ونفذته زي ما احنا قلنا خطواته، وانا شايف ان هو كده حلو، مع انه اللون يعني جه في فتره مثلا لون الكشمير، لون الكشمير كان مسيطر على السوق بطريقه دي حقيقة فعلا، غير طبيعيه. كان كشمير افري وير فعلا. بص بدرجاته بقى. يعني عايز اقول لك من اول البني مثلا وانت طالع بني بيج، هو الكشمير اصلا بينحصر في حته البني والبيج دي، هو بينحصر بقى في وسطهم الحته دي. فجيت مثلا في الوقت ده انا عملت فستان لونه احمر كان فظيع قوي قوي. هقول لك على حاجه مش يعني مش اللي انا وريتهولك، بس كان حاجه تانية كانت قويه جدا. الفستان ده انا عملت منه 12 قطعه للسيزون ده، بالرغم ان هو كان الكشمير اللي يخش يقول انا عاوز كشمير عاوز كشمير عاوز كشمير. في الوقت ده لا لا، انت تقدر كنت تغير، عامل حاجه مختلفه، تقدر تغير، تقدر تعمل حاجه مختلفه. يعني ابانوب مش بيمشي مع الـ مع الـ الموضه ما بعرفش. والجو ما ده بعرفش. لا هو بيمشي مع حسه الفني ما أكتر. بعرفش اللي بحسه. هو ده الصح بصراحه. يعني انا من وجهه نظري شايف ان المصمم ولما يكون حد بروفيشنال زي كده لازم يبقى هو ليه وجهه نظره اللي ما يبقاش ليها مثيل، يعني عشان يتميز زي ما بيقولوا. يعني صدقني انت بتتكلم صح جدا، بس في بعض الاماكن وفي بعض الاوقات اللي حواليك ما بيسمحش. على فكره يا احمد انا عايز اقول لك على حاجه، انا خسرت ماديا كتير جدا بسبب ان انا فكرت ان انا اسبق الموضه. خسرت جدا، عملت موديلات كلفتها تكلفه عاليه جدا 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 في وقت السوق ما سمحليش بيه وما قدرتش اسوقه، في حين ان دلوقتي لسه بدأ الموديلات دي تظهر. ده معقوله؟ صدقني. حلو جدا. فمش في كل الاوقات ان انت تعمل حاجه مختلفه تمشي. طيب وبالنسبه لاننا بنتكلم يعني على الالوان، لو واحده مثلا جات لك هي عميله وجات لك لونها مثلا قمحي او لونها اسود، دي وراها اجابات كتير قوي. يعني هي سودة او قمحيه، بتفضل لها الوان ايه او بتقول لها يعني على الالوان؟ العميله دي بتجيلي عايزه اقول لك هي واخده القرار اوريدي، انا عايزه اعمل كذا. العميله بالذات اللي بتبقى لونها غامق او بتبقى ابتداء من القمح وانت طالعه، العميله دي بتبقى جايه لا طب نعمل لون كذا، لا مش لا بصي بالراحه. هم تعبينك شكلهم يا منو جدا. لا يا صدقيني جماعه بالراحه لا عليه. صدقيني هو الموضوع مش كده، بس هي بيبقوا جايين. عايزه اقول لك كل الموديلات بكل الالوان تليق على كل البشرات مش كل الاجسام. في فرق ما بين البشرات والاجسام طبعا. احنا يعني في الوان تليق على جسم معين ولا او جسم تاني لا. بالظبط كده. جميل. يعني هو اللي احنا نعرفه ان ممكن الوزن مثلا او الحجم يعني بتاع الجسم عموما يفرق مثلا في السايز بس، لكن الموديل نفسه الديفينيشن نفسه. هقول لك على حاجه، بتجيلي عميله مليانه شويه، حلو، ممكن البسها لون فاتح بالرغم ان هي بتقول لا واللون الفاتح مش هيبقى كويس معايا. سبحان الله احنا نعرف ان الفاتح بيتخن خالص. انا يعني مش شرط. مش شرط ابدا. بوظت لي كل معلوماتي النهارده. ابدا صدقيني مش شرط ابدا. هو الموضوع موضوع موديل لايق مع لون لايق مع جسم، ملناش دعوه بقى بحته البشره دي خالص. وبعدين انتوا ما خليتوش للميك اب حاجه يعني. خلاص بقى عند يعني الميك اب تطلع خلاص بقى يعني في غش تجاري في الموضوع. بما ان احنا في الراجل والست بقى وكده. أيوة. لازم ايه يعني. طيب قولي يا يبقى عليكم الضغط شويه. الرجاله بيتظلموا في موضوع الميك اب ده قوي، يعني العروسه تروح للميك اب ارتست تقعد من اول اليوم لحد اخر يوم عندها عشان هقول لك تطلع موقف. جالي العريس بيتصدم لما يروح. جالي عريس هو يعني صديق ليا قوي، فقال لي ابانوب انا وقفت قدام الميك اب ارتست ساعه ونص
قلت له ليه؟ قال لي العروسه واقفه قدامي وانا مش عارفها. انا مش عارفها فين لما اصحابها طلعوا، انتوا واقفين ليه؟ فقلت نزلوها. لا ده هي واقفه اهي. وهي ميته على نفسها من الضحك. طبعا هي سايبه. انتوا عندكم غش تجاري، خلينا مقتنعين بكده. طيب بما اننا بقى راجل ولا ست وقلت الكلام ده، ايه رايك في الهاشتاج بتاعنا النهارده؟ مين اللي بيتحمل المسؤوليه اكتر في البيت؟ مش هضيف حاجه عن اللي انت قلته في اول الحلقه. ماشي نسمع رايك. انا رايي بصي، هو الراجل عليه ضغط جامد جدا جدا، ضغط جامد جدا، ضغط معيشي وضغط اجتماعي وضغط مادي اكيد. الست عليها ضغط داخلي اللي هو ما داخل المنزل، ان لم تكن بتشتغل بره. داخل المنزل ده بقى انا بشوفه من وجهة نظري ان هو مش هقول يقل عن ضغط الراجل، ولكن تقدري تعملي عليه كنترول اكتر، اسهل شوية بس انا من غيرها مش هنفع ولا حاجة. أيوة وهي بقى. من غيري برضه مش هتعمل. اكيد اكيد طبعا. فهي الفكرة كلها التكاملية. احنا هم عمودين، لو عمود وقع مش هنعرف نكمل، مش هنعرف نكمل بس، فكنا ما اتجوزناش بقى. طيب نرجع بقى المرجانه. احنا مثلا جالك مثلا بنوته صغيره مثلا في كليه ووالدتها، بس طبعا ستايل البنت صغيره غير ستايل واحده كبيره. ممكن يكون نفس الستايل. ممكن لا خالص، لا خالص بتختلف. هقول لحضرتك على حاجه. بتجيلي عميله بنوته عايزه فستان زفاف، شايفه فستان وهمها مخليها تنام بتحلم بيه. تيجي مامتها ايه ده مش حلو. صح، يا اختلاف اذواق فعلا، اختلاف سن، اختلاف عمر. حلو، يعني احنا الاختلاف بيبقى مبني على السن والعمر، وبالتالي بيختلف على الذوق مثلا. بيختلف على الذوق، بيطبع الذوق. حلو جدا. حياتي مثلا انا لو عايش في امريكا، انا سافرت شفت ناس كتير باذواق كتير بمدلات كتير. معيشتي وحياتي غير معيشة كريستين، غير معيشة أحمد، فبالتالي الحياة اللي أنا عايشها هي اللي بتطبع على ذوقي. أكيد بالظبط. وبالتالي أنا بقدر أعكس الذوق ده في حلو. حلو جدا. طيب إحنا هنطلع فاصل سريع جدا جدا ونرجع تاني بقى بمفاجأة برضه مع أبانوب هاني، وفاصل نرجع تاني. تاني مع أبانوب اللي منورنا جدا النهارده طبعا، وبقى معانا موديل نهى زي القمر ولابسه دريس طبعا تصميم ابانوب. احكي لنا بقى عن الدريس القمر ده. بصي، هو فكره الدريس ده كلها هي فكره، الموديلات دي ما بتجيلناش غير من بره. الموديلات دي ما بتتعملش غير بره، ما بتتعملش داخل مصر خالص. ايوه، بس انت بترسمها وتبعتها تتنفذ. لا هفهمك فكرتها بقى. اوكي. الموديل ده انا اول ما جبت الموديل كموديل القصه مش كفستان، جبتها من بره. مع ان احنا عندنا بكل بساطه نقدر نعملها، ده عمايلنا هنا. حلو، في مصر؟ في مصر. معقوله؟ الشغل اللي عليها ده بره بيتلزق بماكينات كبيره جدا. لا احنا هنا لازقينه يدوي. معقوله؟ بجد؟ وطلع يعني بالشكل البروفيشنال. هو لو اخذ هناك يوم واحد تصنيع، هو شويه اخذ مننا شهر، بس هتلعب باللاست تاتش ده. جميل. قدرنا ان احنا نضيف له حاجات هاند ميد مش لازق بس، يعني الحاجات اللي هي اللي على الوسط دي كلها ده جوبير متطرز هاند ميد. قدر ان انا اعمل له رسمه بحيث ان انا ما احسسش العميل ان الكورساج اللي فوق او الكاب اللي فوق مختلف عن الجيب اللي تحت. بيبقى في حاجه بتعمل ترابط ما بين الجزء اللي فوق والتحت. بتسيح الفستان كله على بعض. طيب هي دي الفكره اللي زودناها. بالنسبه لانه هاند ميد فبيبقى سعره طبعا اعلى شويه كتير. هقول لك ايه الفكره. طب ليه بقى السعر الهاند ميد غالي قوي كده؟ هقول لك يا كريستين، هو كل الموضوع في الهاند ميد الوقت بس والمجهود. المجهود متوقف، يعني الوقت متوقف على المجهود. ما هو انا كل ما عملت حاجه في وقت كبير اخذت معايا مجهود اكبر. حتى انا لو بطيء في شغلي اما باخد وقت طويل قوي بتاخد معايا مجهود اكبر. طيب هو ممكن مثلا عميل من الناس اللي بتتفرج علينا يقول لك طب انا ممكن اجيبه مستورد احسن، يعني على الاقل هو هيتعمل في يوم. تجيبه من المستورد وهيجي اكيد سعره اقل. ايه الفرق ما بين اليدوي وال... هو الفكره مش في 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 في, في قله سعر المستورد. المستورد فيه حاجات قيمه جدا. بس هو الفكره كلها في ان احنا بنحط تاتش، التاتش بتاعنا المكنه ما بتعرفش تعمله. بمعنى المكنه بتنزل على القماشه بتلزق الاستراس والالماز، بتلزقه باسطمبه
معينه بتنزل طفك خلاص. بس لكن واو وانت يعني شغال بايدك جدا. وانت شغال بايدك بتلاقي حاجات لا دي ما تنفعش تيجي هنا. طب لا دي تنفع تيجي هنا. هي دي الفكره ما بين المكنه والايد. يعني الفستان ده اخد منك شغل حوالي شهر؟ شهر بكل تفاصيله عشان نقدر نقفل كميه الاستراس والالماظ اللي فيه. بجد ممتاز ممتاز. ربنا يخليك. ممتاز جدا. لا وبصراحه انا شفت الاتيليه حاجه جميله يعني. انا عندك كمان يعني في من ده كتير كتير وبأسواق مختلفه والوان مختلفه. وبعدين نهى المحليه بجد. لا نهى مود القمر. ما شاء الله عليها ما شاء الله. جميل جميل. طيب احنا برضو هنشوف الفستان التاني معانا. اوكي فنهى هتطلع الفستان الزفاف بقى. ممكن احنا طب اقول لك على حاجه. خلاص خليكي يا نهى. خليكي معانا. تعالي اوقفي جنب كريستين. هتطلع عشان تغير. هتطلع الموضوع كبير. الموضوع كبير. اتفضلي. احنا يعني انا عاجبني قوي انك مركز في الاثنين السواري والزفاف. يعني الموضوع مش مقتصر عندك في فكره السواري. لا خالص هتتميز فيه مش لوحدك. هينفع. مش جدا. هينفع خالص. حلو جدا. ايه القمر ده؟ يعني الديل الطويل المستلزمات وبتحقق احلام البنات. لا حلو قوي. حلو قوي بجد. قوي بجد. لا ومختلف يعني. انا بصراحه ما شفتش قبل كده الفستان ده. نفس الفكره اللي انا اتكلمت فيها في الفستان السواري. الشغل ده ما بيجيلناش غير مستورد. الشغل ده ما بيجيلناش هنا مصر بالكواليتي ده. الكواليتي ده تفاصيله فظيعه. الكواليتي ده احنا هنا عايز اقول لك الفستان ده واخد 8650 لوليه. واو 8650 لوليه. ايه ده؟ لانها كلها محطوطه واحده واحده. يا جماعه انا قلت لكم مفاجاه ورهيب يعني فظيع بجد. واحده واحده بجد. انا لو في واحده بس وقعت من الفستان ده هيبان في الفستان كله ان هو ناقص واحده. معقوله؟ لان إيه ده؟ واحده لو نزلت من 8650 واحده هيبان ان هو ناقص واحده. لو واحده بس نزلت من الفستان هيبان ان هو ناقص واحده. جميل. لان هي كلها رسمه. لو جينا عند حته الربط ما بين الكورساج والجيب هتلاقي هنا كله مكثف مكان ايد القمر ما هي حطاها كده بالظبط. كله هنا مكثف. هنا نازل على فاضي وفوق نازل شرح. بالنسبه للفستان ده اخد معايا 4 شهور شغل. 4 شهور يعني 5 شهور العرض اللي احنا بنعمله. بس هقول لك على حاجه. 4 شهور مش قص ولا تقفيل ولا اي حاجه خالص من دي. تطريز فقط. تطريز. ويبان ان هو سيمبل بس بصراحه تفاصيله يعني 8650 ده ما يبانش. القماشه بتاعته مستورده. القماشه بتاعته مش مصري. ما عندناش حد بيقفل الشغل الجليتر بالمنظر ده. وده للاسف طبعا. مع ان احنا عندنا ايد عامله في المهنه دي غير طبيعيه كتير جدا طبعا بجد. يعني انت لو جيت للايد العامله اللي بتشتغل في الشغل ده هتلاقي ناس جبابره. اكيد. ولكن مفيش تحت ايديهم امكانيه ان هم يقفلوا فكرتهم. انا اعرف ناس بتعمل فكره وتبعتها تتقفل بره للاسف الشديد. سبحان الله ما عندوش فكره التنفيذ. مولي الفستان قمر عليكي بجد. بجد جميل جدا جدا. وبروفو يا نهى بجد يعني ما شاء الله عليكي يا بنوب. دايما متميز بجد. ما شاء الله عليكي وانتم محلين الشغل ده حقيقه. دايما متميز يا حبيبي ودايما كده في نجاح. ربنا يخليك يا احمد. وان شاء الله محقق كل نفسك فيه. وان شاء الله كده نتقابل تاني قريب وانت محقق اكبر واكبر وتوصل لكل اللي بتحلم فيه ان شاء الله. انا عايز اقول بمناسبه ان انا طلعت معاكم النهارده. الشغل ده شغل مشترك ما بيني انا والاستاذ هيثم اسماعيل. استاذ هيثم اسماعيل. الاستاذ هيثم اسماعيل من اكبر الناس اللي بتعمل افكار في الزفاف في مصر. ما شاء الله. احنا كمان تشاركنا واصبح لينا فرع في مدينه نصر. ما شاء الله. عباس العقاد. حلو. اتيلي هيثم اسماعيل. حلو. واصبح هو الاتيلي بتاعه اتيلي مرياج بطنطا. جميل. تمام. وان شاء الله هنعلن عن فرع في سوهاج. ان شاء الله. ان شاء الله. ربنا بحيث بقى ان احنا نقدر نغطي بقى شويه. لا ان شاء الله نتقابل المره الجايه وانت عامل فرح في كل محافظه. القاهره صعيد. ان شاء الله نقدر شويه نلمها. استاذ هيثم اسماعيل من اقوى الناس اللي بتعمل افكار. يا ريت تفكروا فينا بقى في اسكندريه وتجيبوا لنا فرع عشان احنا محتاجينه. صدقني كريستين الاستاذ هيثم اتكلم في الموضوع ده. ولكن احنا بنفكر في سوهاج الاول نقدر نغطي الصعيد لان في ناس زباين وعملاء كتير بيجوا لنا من هناك وبيجوا مرهقين جدا. نقدر نوفر لهم الخدمه دي هناك.
وبعد كده ان شاء الله سكن. يا جماعه احنا كان معانا ضيف النهارده فعلا انساني اكتر من انه فنان. فنان يعني انسان فعلا وفنان. هو بجد. انسان وفنان، ودي احلى حاجه فيه فعلا. انا الناس اول ما نزلنا البوست عندنا على البيج بتاعتنا ان هو معانا في الحلقه، كل الناس فعلا دخلت قالت يا جماعه انا فستاني كان من عنده، وده من اعظم الاتيليهات ومن اعظم الشخصيات اللي اتعاملت معاها. ربنا يخليكم. وكمان ذكروا مامته الجميله سكره، بجد يعني تحيه مني شخصيا ليها، دي هي الاساس. ربنا يخليها. هي على فكره هي اللي معلماني كل جدا حاجه، وعلى طول مع ابانوب وسنداه وضهره هي اللي معلماني كل حاجه. ربنا يخليها لك يا رب. ربنا يخليها لك يا رب. كل حاجه. نتقابل تاني قريب ان شاء نتقابل الله. نتقابل ان شاء الله قريب. وكانت حلقه زي القمر، وانا ربنا مبسوطه خليك. جدا جدا ان انت كنت خليك. معانا. انا اسعد. ربنا يخليك. ربنا يخليك. هنطلع فاصل ونرجع تاني وفقره جديده مع نجم جديد. استنونا وتروح في اي حته. اهلا بيكم من جديد بقى. والنهارده معايا نجم، انا بصراحه مستغرب جدا لان هو قدر يجمع ما بين وظيفتين، ان هو يشتغل انيميشن جرافيك وان هو يقول شعر. طبعا الانيميشن ده مجال صعب جدا ان حد يخش فيه اصلا، وهو عايز حد متفرغ ليه يعني ودارس وكل حاجه، وكمان الشعر عاوز حد متفرغ للقرايه والكتابه علشان يقدر ان هو يطلع حاجه حلوه الناس تسمعها وتعجبها، ويبقى عند يعني اللي هو بيلمس مشاعر الناس زي ما بيقولوا يعني. فانا النهارده معايا الفنان والشاعر محمد حمدي. ازيك يا حبيبي؟ اهلا بيك يا محمد، منورنا. الكلام الجامد ده منور الدنيا حبيبي. لا ده بجد والله، انا مستغرب، انا بصراحه مستغرب انك حبيبي. يعني عملتها ازاي بقى؟ عملتها مش فاهم. هي كل حاجه طالما انت حابب حاجه يبقى انت بتكمل فيها. طب قول لي يعني يا محمد، انت ازاي دمجت ما بين حاجتين مختلفين تماما عن بعض؟ هو طول ما يعني طول ما الشخص هو حابب الحاجه بيعملها ايا كانت هي ايه. يعني مثلا بكتب، لما دخلت في مجال الانيميشن لقيت الموضوع يعني كويس جدا بالنسبه لي، فزودت فيه كملت فيه. دي كل يعني انت بالك قد ايه في الانيميشن وبالك قد ايه في الشعر؟ انا بكتب بقالي 7 سنين. 7 سنين بتكتب؟ ما شاء الله. والانيميشن؟ الانيميشن داخلين في سنه لسه. طب حلو، خلاص نتكلم عن الشعر. تمام. نركز في الشعر عشان بحب الشعر قوي بصراحه. فاحكي لنا عن الشعر شويه، يعني انت بدات ازاي؟ والله هو الموضوع كان جاي معايا صدفه، كان في مسابقه كنت في الثانوي. كانت فسحه هي. فحاولت يعني اخش فيها، قلت ايه يعني ايه المشكله لما ادخل في المسابقه. طبعا ما كانش عندي ميول اصلا ان انا اكتب ولا الكلام ده. فهي كان اسمها الوطن بني يتنفس، حاجه كده يعني. الوطن يتنفس. حاجه كده يعني. فالمهم انا كنت كاتبها من باب العادي يعني، فاهم؟ ما كانش في دماغي الموضوع. فاتفاجئت بعدها بمده ان انا اللي كسبت المسابقه. الله. والله فحسيت بعدها لا ده انا ممكن اكتب بعد كده يعني، انا عندي ملكه الكتابه. يعني انت اكتشفت نفسك عن طريق راي الناس فيك. بالظبط. حلو جدا. ما كانش في دماغي الموضوع اصلا. طيب يا محمد، هو انا عايزه بس اعرف، هو انت بتحب تكتب بالعاميه ولا بتكتب بالفصحى؟ لا انا بحب العاميه جدا لانها بتلمس الناس. يعني الحاجات دي يعني بتلمس ولا الناس عشان ولا عشان اسهل. هي اسهل عشان بتوصل بصراحة للناس يعني. كمان يعني اسهل في الوصول ولا اسهل في الكتابه؟ في الاثنين. في الاثنين. يعني تكتب عاميه. ممكن تكتب عاميه. بس انت بتفضل انا بكتب فصحى عاميه، بس طبعا بالنسبه لي العاميه احسن طبعا. العاميه بتوصل مشاعرك بسرعه قوي للناس، صح؟ لان انت بتكون عشت الموضوع، فبيوصل يعني بيوصل للناس دايما على طول يعني. حلو. طيب يعني انت بتتبع مدرسه معينه في الشعر، او ليك مثلا شاعر معين بتحبه وبتحب انك تتكلم؟ والله انا بسمع لكذا واحد يعني، بسمع طبعا لاحمد فؤاد نجم طبعا، الابنودي طبعا، العملاق، هشام الجاخ طبعا، مع حفظ الالقاب. حلو. فانا بحب السياق ده. ممتاز. يعني للناس القديمه والناس الجديده. الناس الجديده لازم مثلا منهم. هشام الجاخ. طبعا هشام الجاخ بتحبه قوي كده؟ زميل. طيب قبل ما ننتقل بقى لموضوع الانيميشن، عايزه بقى اسمع حاجه كده اكسكلوزيف للبرنامج بتاعنا. طيب نسمع حاجه. يلا بينا نسمع حاجه. اللي باعك، اللي باعك وانت غالي بيعه انت بالسهل، بلاش تصعب عليك نفسك عشان واحده ما تستاهل، وانت فاهمة انك مهمة وليك لازمة، والحقيقة حلوة انك كنت قصة في حكاياته. خلي السنين بينكم تفوت، خلي الزمن يحسب ساعاته، وهو مش ندمان عليك، هو اصلا ناسي انك كنت موجودة في حياته. الحب شيء اصلا غبي، الحب لازم يتمنع. بنوتة يوم حبت صبي، ضحت بكل ما فيها ليه، ضعفت عشان تستقوى بيه، وتعشمت تسند عليه، لكن المفاجأة الواد خلع. الواد المهزق اللي حبك كان قليل، كان بيمشي في سكة تانية لما كان الشوق يميل، كان بيوعد
كان بيكذب، كان في عينك انت شهم وكان في عين الكل عيل، فطبيعي جدا انه يستندل وما يكملش. ما تلوميش حد الا نفسك، الكل قالك مش مناسب وانت عامله له مقام وهو كلب ما يستاهلش. البعض كان ساكن في عينه وهي مسكناه عينها، لقاها لعبه، لقاها لعبه وقال يلا مفيش مانع هنتسلى، انا مخلص اكيد ليك، هحبك حب لو لف الزمن بيا صبح من تاني في يهودي، هيقتل كل يوم عادي ويدعي يدخل الجنه، انا جنبك ومش عايز سواك انت. انا صادق كما الطوفان، حفيظ جدا على وعودي، بوزع ثقتي على الماشين وعين الباقي في جيوبي، واجيب لك من السما نجومها، واستشهد في ساحه قلبك الطيب، واكون عينك في وقت الضي، واشلك قلبي لحسابك طول ما هو قلبي صابح حي. خلاص فهمها انه ملاك وليه جناحيه، وان الدنيا باب مقفول ومفتاحه معاه هو، وانه معاها طفل حزين وصافي النيه من جوه. الوجع داين تدان، مش جدعانه، مش جدعانه انك تقطع قلبها وتقسمه في لمه صحاب. هي كانت، هي عملت، ده عشان توصل لقلبي كانت دموعها تسيل، ده جزتها انها حبت وامنت. اما انك واد خسيس مش اصيل. الحب، الحب صدفه مقصوده، اتنين اتقابلوا بكل قواعد العشق الصامت، اتنين تايهين ايامهم شبه معدوده، فجاه عينه جت في عينيها واكتشف ان الجنه 8 ابواب، هي الباب التامن ليها، حس بانها ملكه قلبه. طب قولي مين هيلاقي الجنه في وشه ويمشي يسيبها؟ خد خطوه شجاعه ومشي ناحيتها، هي كمان كانت جاياله، مزيكا حزينه اشتغلت فجاه على الماضي في عتابه وايامه، والصمم الموقف هتدمع واقف قدامها لسانه خايف، المشهد صمت مع كوميديا ودقايق والفيلم هيبدا ومحدش شايف. ايام تجيب ايام، انا حاسس باني حبيتك واني وحيد ومحتاج لك، واني لما اكون جنبك بحس باني بتنفس بضحكه بس من عينك، محاوطني حنان قلبك ومهما يغيب اكيد هيعود، فتموت احساسها الدايم بان الحب مش موجود. فجاه الحياه تقلب اغاني وضحك حزين، عتاب وخناق على التفاهات، دموع تنزل بدون لازمه، بتمحي كل حاجه بطيء وتتعايش في جوف وحده، وفجاه الفيلم يتحول كليل ما فيهوش نجوم تواسي العتمه الموجوده، ومش طالبه الحياه من حد، ومع ذلك توافق البنت بانها تبقى مسجونه عشان حبت في يوم انسان طلع خاين ما صنش العهد. قوي قوي، والقاءك جميل وطالع من القلب بجد حقيقي. انت قلت الحب صدفه مقصوده، ازاي يعني؟ ازاي صدفه مقصوده؟ يعني هما الاثنين بيتقابلوا مع بعض، يعني دي مكتوبه لهم، دي حاجه مكتوبه، مكتوب انها تبقى صدفه. حلو. عميق قوي، جديده. طيب ندخل في الانيميشن بقى ونسال اول سؤال في الانيميشن. انت بدات ازاي انيميشن؟ يعني انت يعني امتى بدات ان انا هبدا انيميشن؟ او مين اللي خلاك؟ بصدفه. يلا يعني برضه صدفه. زي الشعر بالظبط. انا كنت شغال بكتب مقالات وكده في مكان، ففجاه صاحب المكان قال لا احنا هنفتح قسم جديد للانيميشن، فدخلت فيه. فالمهم اتميزت جدا فيه وبقيت بشتغل انيميشن. هو الموضوع يعني مش صعب على قد ما هو لازم يكون عملي، لازم انت تتعلم بايدك، لو انت قلت لحد شفهي كده مش هيتعلم. الموضوع ممكن يمشي انك بتفهم وبتحفظ وخلاص، ولا الموضوع عاوز فكر؟ لا لا طبعا، وأفكار. يعني محتاج ابداع، محتاج شغل. بس هو الموضوع لذيذ قوي، يعني كمل فيه، يعني الناس كتير قوي بتحبه. افلام ديزني بقى ايوه. احنا ما شاء الله اطفال في كل بيت بتعشق الحاجات دي. يعني احنا مهما كبرنا صغيرين، يعني الشغل فيه كمان يعني لذيذ خفيف. الشغل طيب. في الانيميشن سهل؟ لا يعني لو انت حابب الحاجه هتشتغل فيها وانت مبسوط. جميل. ان كان. طيب احكي لنا ايه صعوبه الانيميشن؟ او يعني صعوبه الانيميشن ايه اللي ممكن يواجه حد ان هو عاوز يدخل مجال الانيميشن؟ ان هو دماغه مش يعني ممكن ما تستوعبش على طول، فاهم؟ ما عندوش ابداع، ما عندوش دماغ تشتغل. دي يعني صعوبة. يعني برضه ممكن مثلا يواجهوا ماتيريال مثلا معينه علشان يشتغل، ولا هو الموضوع ان هو لازم يكون حد اصلا كرييتيف؟ بالظبط، لازم يكون عند يعني شخص مبدع، لازم. خلاف كده مش هينفع. حلو جدا. طيب يا محمد، انا عايز اعرف منك، محمد نفسه يوصل ايه في الفتره الجايه؟ نفسه يعني ينمو ايه من الجزئين اكتر من التاني؟ والله وانا حابب طبعا المجالين، بس طبعا مجال الكتابه انا حابب اكمل فيه. نفسي يعني نفسي اسيب حاجه للناس، يعني نفسي اكتب حاجه تعيش مع الناس. حلو. ده اولا.
وثانيا والحاجه اللي انا مش حاببها خالص يعني في الوقت اللي احنا فيه، ان احنا دايما بنقيم النجم او بنقيم الشخص على حجم اللايكات اللي هو بيجمعها، على حجم اللايكات اللي عنده، مش على يعني مش على حجم موهبته. فده لا ان شاء الله تبقى قريب شاعر كبير جدا ان شاء الله، وان شاء الله تجمع لايكات كتير برضو. يا جماعه محمد كله الناس الفانز بتوعنا يخشوا عنده ويعملوا له لايكات. لا بجد يعني احنا انبسطنا جدا بوجودك معانا حبيبي، وان شاء الله كده اشوفك محقق كل نفسك فيه قريب ان شاء الله، وانت تستاهل ده بصراحه وبتسعى ليه. وانا شفت ناس كتير كبار في المجال ده بيتكلموا زيك، ويمكن انت كمان بتكون احسن منهم. حبيبي والله دايما في نجاح حبيبي، بنشوفك كده ان شاء الله. واحنا نفسنا انبسطنا بالفكره جدا، وكانت رائعه والشعر كان تحفه. نطلع فاصل بقى ونرجع تاني. اهلا بيكم من جديد بقى، ويلا بينا نقرا الكومنتات بتاعت الهاشتاج اللي بيقول مين بيتحمل المسؤوليه اكتر في البيت، الراجل ولا الست؟ قول لنا بقى يا كريستين مين بيتحمل اكتر. مريحان بتقول الست بتتحمل اكتر. ياسر رضوان بيقول الراجل طبعا هو اللي بيتحمل. محمد شريف بيقول دلوقتي ولا الراجل ولا الست الاولاد اللي بتشيل المسؤوليه عشان التفكير في اللي جاي. كومنت حلو. عميق قوي. محمد دعاء احمد بتقول الاثنين بيشيل المسؤوليه، الراجل بيشيل المسؤوليه ازاي يجيب فلوس، والست بتشيل مسؤوليه تصرف في الفلوس. طيب برافو عليك، حلو برافو. امنيه محمد تحمل المسؤوليه بصراحه، بيبقى الاثنين ما فيش حد بيتحمل المسؤوليه لوحده، بس الراجل عنده مسؤوليات اكتر والست برضه عندها مسؤوليات، لان الجواز لوحده مسؤوليه كبيره والبيت مسنود بالراجل والست. يعني هي بتقول المحايده الراجل والست، ما ينفعش حد فيهم يبقى اكتر من الثاني. يارا بقى دخلت قالت لنا الست طبعا. لقاء قال الاثنين يا احمد. لقاء الاثنين يا احمد والله، بس المسؤوليه مختلفه، الراجل مسؤول انه يشتغل عشان يصرف. تمام يعني خدت جانب الرجاله شويه. ايوه طيب انا بصراحه مع فكره ان الست هي اللي تكسب المره دي انا كراجل يعني. لا يا جماعه، هو احنا المره دي الموضوع امر محايد، عشان ما ينفعش نقول ان الست بس او الراجل بس هم اللي يعني شايلين البيت. لا، البيت لازم زي ما قلنا في الاول هو عمودين اتنين في البيت، يعني الراجل والست، لو عمود فيهم خل البيت كله بيقع، والاولاد للاسف هي اللي بتشيل الذنب بتاع وقوع البيت ده. فيعني نتمنى ان احنا البدايه تبقى موفقه من الاول، ونختار صح، ويعني كل واحد ياخد فعلا نصه التاني. غير كده ما يتجوزش او ما يبنيش بيت، عشان حرام يعني الناس بتشيل، هي الناس هي اللي بتشيل المسؤوليه يعني. هو بصراحه عندها حق يعني، انا شايف ان فعلا الاختيار المناسب للراجل والست سواء كان في الارتباط او حتى في الجواز لازم يكون الاثنين بيكملوا بعض، ويكون عارفين عيوب بعض عشان يقدروا يتحملوها. ما فيش حد فينا ما فيهوش عيوب، كلنا عندنا عيوب، بس الفكره كلها ان ممكن عيبي اللي معايا يقدر يتحمله ويتعايش معايا او لا. فهي دي الفكره كلها، ان لازم عشان الراجل والست يقدروا يكونوا في بيت واحد ويقدروا يشيلوا المسؤوليه مع بعض ويكملوا بعض، ان يكون بينهم تفاهم، ان يكون هما الاثنين قادرين يتحملوا عيوب بعض قبل مميزات بعض. صح يا احمد، لازم يكون في توافق يا جماعه بين الاثنين، ولازم يكونوا بيكملوا بعض في كل حاجه، ولازم الراجل يكون سند في البيت، لازم يكون في مراقبه في البيت من الراجل، لازم يكون الراجل يعني محتوي البيت بتاعه. طيب احنا بس عايزين نوضح المراقبه وهي الاهتمام وليس الحصار، لان في فرق كبير بين الاهتمام والحصار. الحصار ده يعني بيكون سبب كبير في ان الدنيا تتهد، سواء كان الصحوبيه او جواز او غيره، لكن الاهتمام عموما بيبني اي علاقه، سواء كان اتنين صحاب او اتنين متجوزين، سواء كان راجل وست او راجل وراجل او ست وست، دايما الاهتمام هو اللي بيبني اي علاقه، بيقدر يخليها تكمل وبتقدر تستمر. فبالتالي الراجل والست لازم يكون بينهم اهتمام مش حصار، علشان برضه يبقى احنا واضحين. بالظبط يا احمد، هو العلاقه لما بتبقى ما بين الاثنين كصحاب، مش بس متجوزين، هم بيبقوا صحاب، بيبقوا اخوات، بيبقى الموضوع حلو، بيبقوا الاثنين متفاهمين، بيبقى فعلا البيت قوي وبيبقى حلو على صخر زي ما بيقولوا، ما بيقعش من اقل ريح، لان يعني تقريبا كده مفيش بيت مفيهوش مشاكل. أكيد. بس المهم ان احنا نعدي المشكله دي، نقدر سوا نعدي بالموجه دي ونبقى احسن. يبقى احنا الحلقه دي كنا محايدين، الراجل والست الاثنين بيكملوا بعض، والمسؤوليه في البيت عموما مبنيه على الاثنين، لا حد بيشيلها لوحده ولا حد ينفع يبقى لوحده اصلا. احنا انبسطنا جدا ان كنتوا معانا النهارده، واتمنى تكون الحلقه عجبتكم. ان شاء الله استنوا الحلقه الجايه، برنامج الراجل ولا الست مع احمد الحضري وكريستين عصام.
قبل ما تنتهي الحلقة بقى، أحب يعني حاجة كده معلش يا أحمد خاصة بيا شوية. أحب أهني بترونيوس بعيد ميلاده النهاردة. كل سنة هو طيب. هو طيب، تم سنتين. هو حد عزيز عندي قوي، ربنا يخليه لنا يا رب ونفرح بيه. نشوف إن شاء الله كده عريس قريب إن شاء الله. إن شاء الله. توحشونا ونشوفك الحلقة الجاية إن شاء الله. باي باي. باي باي. الجمال